دلوقتي عشان المالك يشوف ايه الشركة اللي هتعمل شغل البيم. فالشركات بتيجي تعمل Employer Information Requirement، تبدأ تشوف المالك عايز ايه وتعمل CIC بروتوكول عشان تتفق او تبدأ تبقى في خطوط عريضه للعقد. وبعد كده كل واحد من السبلاير، الناس اللي متقدمه للتعاقد، بتعمل كل واحده فيهم بتعمل بري كونتراكت بيم اكستيوشن بلان، هتشوف التسليمات بتبقى عامله ازاي وخطه العمل بتبقى عامله ازاي. بدون ندخل في تفاصيل كتيره لان اكتر من شركه بتكون مقدمه ولسه ما استقرناش انا واحده فيهم اللي هنشتغل معاها. والشركه بتبدا تعمل تقييم للشركات اللي عايز تعمل شغل بيم، فبتعمل كومبليت سبلاير بيم اسسمنت وكومبليت سبلاير اي تي اسسمنت وكومبليت ريسورس اسسمنت فورم. دي عباره عن ورقه بيبقى فيها ايه قدرات الشركه، تعريف بالشركه، ايه الامكانيات. وبعد كده بتبدا كل واحد يشوف مثلا 3 مشاريع يكون شغال فيهم ويبدا يكتب المعلومات عنها، بحيث ان احنا نتصل بالناس اللي شغال معاهم ونتاكد هل هو على مستوى الجديه ولا لا ويقدر يطلع شغل كويس ولا لا. وبنعمل موديل برودكتيشن ديليفري، التسليمات تبقى عامله ازاي. وبعد كده الشركه بتقيم كل الشركات اللي اتقدمت عشان تاخد شغل البيم، والشركه اللي هنوافق عليها لازم تروح عملنا لنا بقى بوست كونتراكت بيم اكستيوشن بلان، وهتبقى هات لنا الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت اللي اتعمل هنا والسي اي سي بروتوكول، كل دول هيبقوا موجودين في العقد، وانفورميشن مانجمنت سيرفيس لو مطلوب، وموديل انفورميشن دليفري بلان، تواريخ تسليم والخطه لتسليم كل حاجه اثناء سير عمل المشروع.